الابتكار المدفوع بالسوق هو استراتيجية بتتضمن تحليل اتجاهات السوق وسلوك المستهلكين لتحديد الاحتياجات والتفضيلات الناشئة. شركة زي تسلا مثلاً تم تطويرها استجابة للطلب على سيارات أكثر استدامة، ودي حاجة ساعدت تسلا أنها تكون واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. وكمان في شركة Airbnb اللي اكتشفت فجوة في السوق لتجارب السفر بأسعار معقولة، فطورت منصة تربط المسافرين بالمضيفين المحليين، وإنها قدرت تلاقي الفجوة دي وتملاها كان السبب الرئيسي لنجاح الشركة. تقدر المؤسسات إنها تستخدم أساليب مختلفة لتعزيز الابتكار المدفوع بالسوق عن طريق البحث وتحليل السوق ومنهجيات التطوير، وممكن يعملوا تحديات للابتكار ويستخدموا منصة للاستعانة بالجمهور زي منصة Untap. كده بسهولة بيستفيدوا من إبداعية وأفكار مجموعة واسعة من موظفين، عملاء وخبراء صناعة. تابعونا علشان تعرفوا مصطلحات أكتر في عالم الابتكار والتكنولوجيا.